قول لي جدا. قول لي. رمضان صبحي هنشوفه في الزمالك مستقبلا، ايا بقى كان مستقبلا ده امتى، ربنا رمضان يدينا بالنسبة طول لي، العمر. رمضان بالنسبة لي لعيب كبير جدا، من أحسن اللعيبة في مصر. مش عارف ايه اللي هيحصل، بس الكرة علمتني ان كل حاجة بتحصل. بس رمضان انا نفسي اشوفه دايما متألق، سواء في بيراميدز او بره بيراميدز، على فكرة دايما رمضان صبحي تاني الهدافين التاريخيين لنادي بيراميدز بعد عبد الله السعيد. رمضان انا بحبه وشهادتي فيه مجروحة لانه لعيب كبير. تنصحه يروح الزمالك؟ ده انصحه يعني، لو في الموضوع عرض جه وبيراميدز هو موافق، حسب ما الكلام ده تنصحه بقى، هو يروح الزمالك؟ حسب هو مرتاح وحاسس ان هو مبسوط في النادي يكمل. لو هو عايز يروح الزمالك، الزمالك نادي كبير يعني، ما حدش يقدر ينصح حد بالحاجات دي لانها بتبقى قرارات مصيرية في حياة مظبوط اللعيب. انا عشت مظبوط. الحاجات دي، قرار مصيري في حياتك، صح انك انت مرتاح في نادي صح ولا تروح نادي تاني جماهيري ونادي كبير. رمضان مرتاح في بيراميدز؟ ما اعرف يعني، ما اعرفش والله، ما اعرف بجد. انا مشيت من اسبوعين، ما انا ما اعرفش. بسألكش على الاسبوعين اللي فاتوا، بسألك رمضان صبحي، تجربة رمضان صبحي في بيراميدز مريحة بالنسبة لرمضان صبحي؟ يعني مبسوط نص ونص، بنسبة كبيرة، لا مبسوط بنسبة كبيرة، 40%، لا مبسوط بنسبة 30، كبيرة، بس هو كان 20، ممكن يكون في وقت من الأوقات عشرة. كان حابب يطلع بره، ياخد التجربة ويطلع، وده طموح مشروع يعني، وهدف لناس كتير بتبقى عايزة بره ده اللي هو بره مصر. بره مصر. الاهلي هو نفسه يرجع الاهلي، ده كلام ما بيتقال دايما اعلاميا عمرها ما اتطرحت ولا سمعتها ولا قالها ولا يعني، قالها. ولا حد اتكلم فيها في النادي خالص. الحاجات دي برضه بسمعها في الإعلام، بس ما قدامنا ومع بعض خالص. اخيرا سؤالي الاخير في دقيقه بالظبط، انا بعتذر على التطويل على حضراتكم وعليك طبعا لا يا كابتن حبيبي، فتحي، انا في كان دايما مصر بحب القعده حبيبي معاك. حبيبي، شرف ايه ليا، رايك في اختيار الكابتن حسام حسن مديرا فنيا وهو مدربك السابق طبعا في الزمالك؟ كل التوفيق لكابتن حسام. قلت الكلام ده، ان احنا الطبيعي ان احنا نبقى داعمين لاي مدرب يمسك منتخب مصر، فما بالك ان لما المدرب ده يكون وطني واسم كبير زي حسام حسن، فكلنا داعمين وبنتمنى ان هو ينجح مع المنتخب. كنت قريبا من التواجد في جهاز المعاون؟ لا مش ايه بص اللي حصل؟ بص، مش عايز اتكلم في الحاجات دي، لكن كابتن حسام قيمة وقامة، وانا على المستوى الشخصي دايما حتى